كما قال جدي لا تعذليه فإن حديثك يشعل نارا ويطفئ هذا الذي كان فيه فلله هجرته تبسمين ولله هجرته فاسمعيه لعينيك هذا الكفاح لماذا تقولين ماذا أقول أقول لعينيك والله هذا الكفاح وللحق والله هذا السفر فما أنا طالب مال وأنثى ولا شهرة كالشهر ولكنه قدر شاءه إله يقرر كيف القدر فعيناك عينا ضميري وقلبي وعيناك عينا بلادي وشعبي وعيناك عينا سميع خبيري أرى من خلالهما كل شيء وأدري مصيري وأعرف ماذا علي لئلا يعم الظلام وتطفأ في العين شعلة فما أنا طفل ولا أنت طفلة ونحن شهدنا الحياة معا وكيف جيوش الظلام تحاول فرض المذلة يراد لنا أن نموت قعودا وأن نشرب المر كله ويصبح بيت الرفاه لنا دار سجن وذلة وتصبح كثرتنا مثل قلة ويصبح أبناؤنا كالأسارى ولا شيء يبقى محلة يريدون أن يطفئوا النور نور الإله بأفواههم ما أجله ويأبى الإله سوى أن يتمم نورا أهله تبارك هذا الذي بيننا تنزه فوق رخيص المنى عرفت به الله كيف أضاء النفوس وأنشأ الروح من أختها مسكنا فلولاك يا ليل ما كان شوقي وما كان توقي وما كنت أضنى وما كنت أهنى وما كنت أعرفني من أنا ولولا ضميرك يهدي ضميري ويرشدني في أقاصي الدنا لكنت ضللت الطريق وغاصت بي الأرض في الملحمة أحبك جدا وأشتاق جدا وأضرم وجدا فلا القلب يهدى ولا أنا أهدى إلى أن تقول حبيبة قلبي لقلبي سلاما